لن أتجاوز دقيقتين. كان اضعف ولا اقل ما يمكن الانسان يدير، وكنشكر الاخوان اللي نظموا هذه الفتره، لانه كتعرف لما كيكون الموت كيتعذر على البعض انه يحضر ولا يدير الواجب، ولا على الاقل يشارك الاسره في التعازي، وسورتو حتى الناس ديال الحومه، لانه انا دائما كنعرف القيمه ديال الحومه، وسورتو الحومه المغربيه، انطلقنا من ناس الحومه، لانه هذوك هما الاوفياء اللي كيكونوا كيشوفوك في الوقت الفرح، الوقت الحزن، وقت المرض، فزيدت هما نقول لهم البقاء لله. ونحضروا ايضا من اجل انني نعزي بصفه مباشره لاولاد ديالو الاخوه الفنانين، لانه ما تحضرش عليا الحضور مع الاسف، كنت مسافر وتا دابا، ولكن اكدت انه الحمد لله نجي قبل ما يسالي هذا الحفل، ولكن تكون سهله غادي نبقى واخا في الليل ونحضروا باش اننا نديروا العزاء، لان العزاء ما عندوش وقت محدد، كيمكن العام الانسان العام كله يعزي، ولكن اللي المهم اننا نقولوه على سي محمد خدي، وانا كنعرفوه كان رجل طيب. انا مع الاسف ما حصل ليش الشرف انني اشتغلت معه كثير، اشتغلت معه في عمل او زوج في وزير غرناطة على خشبة المسرح، بعض الاعمال التلفزيونية، ولكن هذه اكثر من 15 او 20 عام ما خدمش معاه، ولكن بقيت مع الاسف كنتبعو غير عن بعد، لانه الظروف كل واحد فين خداته، مي كيعجبني فيه اصراره على الاستمرار، دابوغ اصراره على انه يبقى كممثل وككاتب، لانه اللي ما كيعرفوش الناس هو انه سي محمد خدي كان ذو قلم جيد جدا، واشتغل التلفزيون والسينما، ما اشتغل السينما ولكن اشتغل التلفزيون والاذاعه بشكل كبير، وايضا قام بتجربه في الانتاج وفي الاخراج، وكاخر اعماله كنظن كان قام بالاخراج ديالها. شوف يمكن حيت هما فنانين كنشوفوهم اكثر، ولكن الموت هي تابع الانسان، كنظن ان الانسان كيدير رسالته في الحياه، واحد النهار كيدير ستوب، يا اما كيمرض وما كيخرج كينسحب، يا اما الظروف، يا اما الضغوط النفسيه، يا اما المرض ثم الموت. فالاهم من هذا هو اننا نخليو قدوه، ونخليو من خلالكم ايضا انه الناس اللي كيشوفونا، وربما هذوك الشباب اللي كيشوفوا هاد الناس اللي باغيين يدخلوا لهذا الميدان، كيقول على الاقل خلى شي حاجه يذكر بشيء ما، ما بقاش نقولوا دائما عانى في المرض ديالو، كنظن الناس كيمرضوا كاملين، والناس كلهم ضعفاء، وحنا كنبداو بضعف ثم قوه ثم ضعف في الاخير ديالنا، فالحمد لله كنتعالج في المصحه، واليوم انا سعيد بان الرساله الملكيه اللي توصلته، فهذه دعم ليه والاسره ديالو ايضا للفنان. شوف كان يمكن الانسان يحضر ويجي واحد نيجاتيف ويقول لك وكيحضروا حتى كيموت، وكيمكن لك تجي حتى هذا يقول لك وما عرفوش منين كان حي، فدائما الانتقادات غيبقى الناس بالقلب ديالهم، وحنا لما عرفناها تالمنا، ولكن الله الحمد لله ان الله يتولى السرائر، ما الانسان كيشوف غير المظاهر على برا، كنظن ان الناس كانت كاين اللي فيها مشغول، لانه كان عزيز، والله ما عمر انا شخصيا ما عمري سمعت ما عندوش حاجه اللي تسيء لا ليا ولا ميدان ولا الناس ديالو، وكيعجبني الوفاء ديالو للصديق ديالو، كيفاش بقى هو مع الناس الحومه ديالو، ما كنظنش علاش الانسان ما غيبغيش يحضر، الا كان الانسان كيكون جالس ربما يبقى هو كيشوف جنازه دايزه وكياخذ هذا الاجر، طوبى اللي حضروا، طوبى لهم بالاجر اللي داو، ولكن اللي ما حضروش راه ربما عندهم ظروفهم، ما كنظنش ان الانسان يعجز على اشياء بحال هذه، والله والله ماشي لانه قدام الكاميرا، ولكن حتى لا يقال الكثير من الاشياء، لانه لجا الانسان يفتح قلبه، كل واحد يقول لك انا مريض وما جا عندي حد، انا درت هذا، والاخر يقول لك تقول له ما عرفتش باللي انت مريض، يقول لك بغيتي ننشرها، ايوا اذا كيفاش بغيتي نعرف؟ فالانسان ولا كيعيش في واحد الظروف صعبه، كتمشي دير خير، كتمشي دير خير، ولما كيصوروه كيقول لك كتجي باش تبان، الا درتيه وما عرفوكش كيقول لك وما ما عمرك كدير شي حاجه، كتقول لهم ما كتعرفنيش باللي انا كنديرو، فالانسان يمشي بقلبه ويمشي باللي الاشياء اللي دار فيه الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي يتولى السرائر، والحمد لله، وتعازينا للاهل ديالو مره اخرى. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.